بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 32. لأن هذه الليلة هي أرجى ما تكون ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى مبينا فضل هذه الليلة ومنبها على ما فيها من الخير لهذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو العزيز الحكيم. ذكر سبحانه وتعالى في هذه الليلة فضائل عظيمة، أولا أن الله سماها ليلة القدر وسماها ليلة مباركة. وليلة القدر قيل سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها ما يجري في السنة كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيقدر فيها ما يجري في السنة مما قدره الله في السابق قبل أن يخلق السماوات والأرض ل50,000 سنة. فهذا تقدير عام، وما يجري في ليلة القدر هذا تقدير خاص، وهو من التقدير العام. وقيل سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى، ذات قدر وعند الله سبحانه وتعالى. وذكر من فضائلها أن الله أنزل فيها القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالله جل وعلا خص هذه الليلة بأنه أنزل فيها القرآن، وهذه ميزة عظيمة على غيرها من الليالي. ومن فضائل هذه الليلة أن الله سماها أو وصفها بأنها ليلة مباركة، أنها ليلة مباركة جعل الله فيها البركة في الأعمال الصالحة
يبين هذا قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه بركتها أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وهذا فضل عظيم، خير من العمل في ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر يصلي فيها ويتهجد فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم لهذه الليلة. ومن فضائلها أنها تتنزل فيها الملائكة، تتنزل من السماء إلى الأرض الملائكة والروح، قيل الروح جبريل عليه السلام، وقيل الروح صنف من الملائكة ينزلون في هذه الليلة. ونزول الملائكة من أجل مشاركة المؤمنين في إحياء هذه الليلة بالعمل الصالح. ملائكة تتنزل مع المؤمنين في الجهاد كما تنزلت في بدر، في وقعة بدر، تساعد المسلمين وتشجعهم وتعينهم على الجهاد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أي تنزل لتثبيت المؤمنين على الجهاد. وتنزل في ليلة القدر أيضا لمساعدة المسلمين على الأعمال الصالحة في هذه الليلة، فإن الملائكة ينزلون بالخير، الملائكة ينزلون بالخير خلاف الشياطين فإنهم يأتون بالشر، أما الملائكة عليهم السلام فإنهم يأتون بالخير. تنزل الملائكة والروح فيها في هذه الليلة، كما أن الملائكة تنزل، كما أن الملائكة تنزل وتحف بحلق الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالملائكة يحضرون مجالس الذكر ومجالس العلم، فهم يتنزلون في ليلة القدر ويتنزلون الجهاد في سبيل الله، ويتنزلون في لذكر الله وطلب العلم ومجالس الذكر، ونزولهم بأمر الله جل وعلا، لا ينزلون من أنفسهم وإنما ينزلون بأمر الله كما قال تعالى عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلا بأمر ربك،
وهنا قال تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن ربهم. وصف هذه الليلة بأنها سلام، سلام كلها من أولها إلى آخرها، سلام للمؤمنين من المعاصي. ولهذا تجدون المؤمنين في هذه الليلة يقبلون على الله جل وعلا ويتوبون إليه، وسلام من الشرور، سلام من الشرور، فلا ينزل فيها إلا الخير، لا ينزل فيها إلا الخير للأمة المحمدية حتى مطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. إذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر، إذن يشرع قيامها من غروب الشمس وهو بداية الليلة إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للقيام في هذه الليلة للصلاة والذكر والاستغفار والدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء وغيره من الأدعية ويجتهد في ذلك، لأنها وقت لإجابة الدعاء، وقت لإجابة الدعاء. هذه الليلة أخفاها الله في رمضان فلم يبين في أي ليلة هي من ليالي رمضان، والحكمة في ذلك من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة حتى يفوز بقيام رمضان ويفوز بقيام ليلة القدر، فيجتمع له الفضيلتان، فضيلة قيام رمضان، قيام ليالي رمضان. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أخفاها ولم يبين في أي ليلة من ليالي رمضان من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي رمضان فيحصل لهم الفضيلتان، فضيلة قيام ليالي رمضان وفضيلة قيام ليلة القدر. فالمسلم إذا قام كل ليالي رمضان فلا بد أنه مرت عليه ليلة القدر، أما إذا قام بعض ليالي رمضان فلا يضمن أن يكون أدرك ليلة القدر، قد تكون في الليلة أو الليالي التي تركها. هذا هو الحكمة في أن الله أخفاها، بين فضلها ولكنه سبحانه أخفاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في العشر الأوسط، كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يعتكف
العشر الأواخر، بمعنى أنه يبقى في المسجد وينعزل في المسجد في مكان يخصص له صلى الله عليه وسلم، يحتجز مكان من المسجد بحصير ثم يجلس فيه صلى الله عليه وسلم للعبادة وذكر الله عز وجل، ويخرج لصلاة الجماعة في المسجد، وهذا في العشر الأواخر. وبقي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، مما يدل على أنه يترجح أن تكون هذه الليلة في العشر الأواخر. فكان صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بشيئين: الشيء الأول الاعتكاف، الشيء الثاني القيام، طول القيام في هذه الليلة، أنه كان يحيي ليالي هذه العشر طلبا لليلة القدر. ولم يتبين على سبيل الجزم في أي ليلة من ليالي العشر، من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي العشر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في كل ليالي العشر، ولم يميز ليلة دون ليلة من ليالي العشر الأواخر، بل كان صلى الله عليه وسلم في كل ليالي العشر كان يحيي الليل للصلاة والتهجد والذكر والعبادة، مما يدل على أنها لم تتعين في ليلة معينة من العشر. ولكن جاءت بعض الآثار والأحاديث، بل الأحاديث الصحيحة، أنها أرجى، ما هو على سبيل الجزم، لكن أرجى ما تكون في الأوتار، من العشر الأواخر، الأوتار التي هي 21 23 25 27 29، هذه الأوتار التي أرجى ما تكون ليلة القدر فيها. ولكن المسلم يحيي ليالي العشر كلها حتى يتأكد أنه أو يتأكد رجاؤه ويعظم رجاؤه في أنه يصادف ليلة القدر، فيحصل على هذا الثواب، يحصل على أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، ويحصل له أعظم من ذلك، وهو أنه حصل على عمل 1000 شهر، حصل على عمل 1000 شهر، لأن 1000 شهر إذا حسبتها تخرج 83 سنة وزيادة أشهر. إذا حسبت 1000 شهر على 12 شهر التي هي السنة، يخرج لك أكثر من 83 سنة. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ هذا فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، أنه أعطاها وأجزل لها العطاء وأكرمها بهذا الشهر وبهذه الليلة الشريفة التي هي قطعا في رمضان،
لا تخرج عن رمضان. فمن اهتم برمضان كله بالعبادة وقيام الليل ولم يترك منه شيئا فلا شك أنه أدرك ليلة القدر، مرت به ليلة القدر. لكن قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا، تصديقا بفضلها، واحتسابا يعني طلبا لأجرها. أما من يقومها رياء وسمعة هذه لا تنفعه شيئا، كسائر الأعمال التي يدخلها الرياء، أو يقوم وهو شاك فيها. إذن ما قامها إيمانا، إذا كان عنده شك ما قامها إيمانا، إذا قامها رياء وسمعة إذن ما قامها احتسابا. فلا بد من الأمرين، الإيمان والاحتساب، وهذا في كل الأعمال الصالحة. لا بد أن المسلم يأتي بالأعمال الصالحة إيمانا واحتسابا حتى ينفعه الله بها، وتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه ليلة عظيمة ينبغي للمسلم أن يجتهد فيها بالصلاة والدعاء، ويلح بالدعاء والذكر والاستغفار والتوبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بفضل هذه الليلة فيسعد بثوابها. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن طلب الخير يسره الله له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالمسلم إذا طلب الخير يسره الله له، وفي رمضان يسر الله الخير أكثر من غيره. رمضان شهر يصفد فيه الشياطين عن أهل الإيمان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا في كل ليلة من ليالي رمضان. وفي ليلة القدر يزداد الفضل والخير والإحسان من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر، وأن يتقبل منا وأن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يجعل ليلة القدر بركة في أعمارنا وزيادة في حسناتنا، وأن يجعل ليلة القدر سببا لتوبتنا من الذنوب والمعاصي، وسببا لصلاحنا واستقامتنا في بقية أعمارنا إلى الممات. أن يثبتنا الله وإياكم على دينه الحق وصراطه المستقيم، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام وجميع المسلمين، وأن يجعل لنا ولهذه الأمة جميعا من هذه الليلة أوفر حظ ونصيب، وأن ينزل النصر على المسلمين على أعدائهم، وأن يخذل الكفار، وأن ينصر دينه
ويعلي كلمته، نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورنا وأن يصلحنا ويصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا ومقاصدنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا ووالدينا وجميع المسلمين من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر وفي هذه العشر وفي هذه الليلة الشريفة من عتقائك من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم ثبتنا على الحق ووفقنا للصراط المستقيم، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنك قريب سميع الدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. فضيلة الشيخ، كثر السؤال عن ليلة القدر، وهل لها ليلة محددة وهل لها علامات تعرف بها كمن يقول أنها تفتح السماء ويراها بعض الصالحين، جزاكم الله خيرا. ليلة القدر في رمضان بلا شك، ليلة القدر في رمضان، فهذا مما يؤكد على المسلم أن يهتم برمضان كله من أوله إلى آخره ولا يفرط في شيء منه. وأما تحديدها فالله جل وعلا أخفاها ولم يحددها لنا من أجل أن نجتهد في رمضان كله فيزيد أجرنا بقيام رمضان وقيام ليلة القدر، زيادة خير إلى خير. وأما علاماتها فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح عنه بيان علامات تدل عليها، ولله في ذلك الحكمة من أجل أن لا يعتمد الناس على ليلة واحدة ويتركوا بقية الليالي. نعم. يقول السائل، متى ينتهي الاعتكاف لمن نوى أن يعتكف العشر الأواخر؟ هذا أجبنا عنه عدة مرات، ينتهي اعتكاف العشر الأواخر بغروب الشمس الليلة الأولى من شوال، إذا هل هلال نهاية رمضان انتهى اعتكاف العشر وانتهى رمضان، فالاعتكاف ينتهي بنهاية العشر، والعشر تنتهي برؤية الهلال ليلة العيد. نعم. يقول السائل، إذا أتى العيد في يوم الجمعة فللإنسان أن يصلي العيد ويحضر خطبة العيد ويترك الجمعة أو العكس، فما الحكم في ذلك؟ إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
فلا بد من إقامة صلاة الجمعة، لا تترك صلاة الجمعة، لا بد من إقامتها. لكن المأمومون بالخيار، إن شاءوا حضروا مع الإمام وأقيمت صلاة الجمعة ولهم أجر الجمعة، ومن شاء أن لا يحضر ويكتفي بصلاة العيد، يكتفي بصلاة العيد فله ذلك ويصلي ظهرا. لكن غلط بعض المنتسبين إلى طلب العلم، فصاروا في لما وافقت الجمعة يوم العيد صاروا يفتحون المساجد للظهر، وبعضهم يؤذن للظهر، وهذا غلط، هذا غلط. لا تفتح المساجد يوم لصلاة الظهر يوم الجمعة، لا تفتح المساجد ولا يؤذن المؤذنون، ولكن الأفراد، أفراد الناس لهم الخيار، الأفراد. أما مجموع أهل البلد فلا، لا بد من إقامة صلاة الجمعة. أثابكم الله. يقول السائل: كم تعادل زكاة الفطر بالريال السعودي للشخص الواحد، وما هو أحب وقت لإخراجها؟ زكاة الفطر ليست بالريالات ولا تقدر بالريالات. الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها بالطعام، بالصاع، كما في حديث ابن عمر وغيره: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدرها بالدراهم. ما جاء ذكر الدراهم في أي رواية من روايات الحديث، وإنما كلها تنص على الطعام وعلى مقدار الصاع، على مقدار الصاع. فلا يجوز إخراج القيمة، ما يجوز إخراج الدراهم، لأن هذا إذا أخرج الدراهم لم يعمل بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج الطعام. نعم. يقول السائل: تركت من يخرج الزكاة في بلادي عن أهلي ونفسي، فهل هذا جائز أم أخرج؟ نعم نعم، إذا وكلت أهلك يخرجون صدقة الفطر عنك وعنهم فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل العيد هو وأصحابه؟ كانوا يستقبلون العيد بالتكبير، إذا رأوا الهلال ليلة العيد يكبرون الله عز وجل، عملا بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يستقبلون العيد بالتكبير ويصلون صلاة العيد، ويخرجون كلهم يخرجون لصلاة العيد، حتى الحيض من النساء يخرجن ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، ويخرج العواتق، العواتق من الخدور، يخرجون جميعا لصلاة العيد، لأنها شعار عظيم، شعار من شعائر الإسلام، ينبغي للمسلم أن يحضرها وأن يحرص على حضورها ولا يتكاسل عنها وينام عنها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: وهل يشرع التكبير والتهليل جماعة أم منفرد، وما هي الألفاظ المشروعة في التكبير شرعا وجزاكم الله خيرا؟ تكبير انفرادي، انفرادي لا جماعي. تكبير الجماعي بدعة،
التكبير الجماعي بدعة، التكبير يكون انفراديا، كل مسلم يكبر لنفسه، وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ويكرر هذا. نعم. يقول السائل: رجل توفاه الله عز وجل وله زوجة وأخت لأم وقرابة من الذكور، فكيف يتم توزيع الميراث بينهم وجزاكم الله خيرا؟ الزوجة. نعم. يقول: رجل توفاه الله وله زوجة وأخت، الزوجة. نعم. وأخت لأم وقرابة من الذكور. هذه المسألة يحتاج للرجوع إلى المحكمة لحصر الإرث، ولكن ظاهر السؤال أن الزوجة لها الربع، لأنه إذا لم يكن هناك فرع وارث ليس له أولاد، فيكون للزوجة الربع، والأخ لأم يقول أخت لأم، أخت لأم لها السدس، والباقي للعصبة، الباقي للعصبة، تعطى الزوجة الربع والأخت لأم السدس والباقي للعصبة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يوجد معهد لتكوين الأئمة، وخلال التكوين يفرضون عليهم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد يوميا، فهل يجوز التسجيل فيه جزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن جماعية سبق أن أجبنا عنها، إن كان القصد منها التعليم، إن كان القصد منها التعليم، يقرأ المعلم الآية ثم يقرأها الطلاب المتعلمون من أجل أن يتعلموا القراءة لا بأس بذلك، أما القراءة الجماعية من أجل التلاوة هذا بدعة، قراءة جماعية من أجل التلاوة هذا بدعة، كل مسلم يتلو القرآن منفردا، مثل الذكر، ما ذكرنا الذكر يكون انفراديا لا جماعيا، كذلك تلاوة القرآن تكون انفرادية إلا في حالة التعليم. نعم. يقول السائل: هل يجوز إدخال الأطفال إلى المسجد أثناء اعتكاف والديهم رغم النجاسة التي قد تحصل منهم؟ الأطفال الذين بلغوا سن التمييز ويصلون لا بأس بدخولهم، بل يؤمرون بدخول المساجد للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يؤمرون بالصلاة ودخول المساجد للصلاة، وأما الذين دون التمييز فلا يدخلون المساجد إلا إذا ضبطوا، لا يدخلون المساجد إلا إذا ضبطوا مع آبائهم ولم يحصل منهم أذى للمسجد. نعم. يقول السائل: إذا تعذر طلب العلم عند العلماء فهل يكفي الاستماع إلى دروسهم المسجلة على الأشرطة الكاسيت؟ ما يكفي، لكن يستفاد منها، تستمع ويستفاد منها، أما أنه يتتلمذ عليها ويطلب العلم عليها هذا ما يكفي، ولا لابد من المدرس، لابد من الحضور عند المدرس، ما الأشرطة ولا تكفي. نعم. يقول السائل: أنا بفضل الله تم لي نصاب الزكاة، وكل شهر يأتي عليه راتب آخر، فكيف أخرج زكاة هذا المال وجزاكم الله خير؟ هذا الذي يأتيه توفير نقود كل شهر من راتبه أو من واردات تأتيه كل شهر، هذا يتعب إذا أراد أنه يحدد وقت كل مبلغ على حدة، هذا يكلفه ولا ينضبط، لكن الأحسن والذي عليه الفتوى
إنه يحدد شهرا من السنة يكون موعدا لإخراج زكاته. فإذا جاء هذا الشهر كشهر رمضان مثلا فإنه يزكي ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى الشهر الذي يقابله من السنة الآتية. نعم، هذا يكون فيه احتياط ويكون فيه راحة للإنسان، ويتأكد بهذه الطريقة أنه أخرج الزكاة كاملة. نعم، ثابكم الله. يقول السائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. يقول: ما معنى هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ الحديث واضح معناه، إن الله يرضى لكم ثلاثا: تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصح وأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثا: قيل وقال، يعني كون الإنسان يشتغل بالكلام الذي لا فائدة فيه، قال فلان وقال فلان مما لا فائدة فيه، قيل وقال، كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه، قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال يسأل عن أشياء ليس بحاجة إليها، إما أنه ليعجز العالم بأسئلته أو يعترض عليه أو يسأل عن أشياء ليس هو بحاجة إليها، يسأل بقدر الحاجة، والذي لا يحتاج إليه لا يسأل. قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الإنسان يسأل أهل العلم بقدر الحاجة، سؤال تعلم واستفادة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثرة السؤال. والثالث: إضاعة المال. المال لا يجوز لك أن تضيعه بالإسراف والتبذير أو إنفاقه بالمعاصي والمحرمات أو إهداره وتركه يتلف، عدم العناية بحفظه، تعريضه للتلف، لأن المال شيء نافع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ينبغي حفظ المال من الضياع، لأنه فيه خير للفرد وللجماعة. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: رجل لديه امرأتان، هل تكون أم الزوجة الثانية محرم لأبناء الزوجة الأولى؟ أفيدونا جزاكم الله خير. نعم. يقول: رجل لديه امرأتان، نعم، هل تكون أم الزوجة الثانية محرم لأبناء الزوجة الأولى؟ لا، ما تكون محرما لأبناء الزوجة الثانية، ما تكون أمها محرما، إنما تكون محرما لأولاد بنتها لأنها جدتهم، أما أولاد الزوجة الثانية فهي أجنبية عنهم، أجنبية منهم. نعم. يقول السائل: أناس يتضاربون على الأمكنة والحجز في بيت الله الحرام، فما نصيحتك لهم؟ ما يحتاج ضرب ولا يجوز الاحتجاز، ما يجوز احتجاز المكان إلا لمن كان حاضرا في المسجد، أو خرج لحاجة ويرجع، لا بأس أنه يحتج إذا كان حاضرا في المسجد وذهب إلى ناحية من نواحي المسجد، يجيب مصحف، يجيب يبي يشرب،
لا بأس أنه يحجز مكان، أو خرج للوضوء ولحاجة سريعة ويرجع لا بأس أنه يحتجز. أما إذا كان أنه سيخرج من المسجد ويتأخر وقتا طويلا فلا يجوز له حجز المكان. نعم. يقول السائل: صليت العشاء اليوم جماعة بين الصفوف وليس في الصف المعتاد نتيجة الزحام الشديد الذي ترونه في هذه الليلة، هل الصلاة صحيحة؟ إن كان معك أحد الصلاة صحيحة، وإن كنت وحدك فلا تجوز الصلاة خلف الصف منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. يقول السائل: إذا عطس الرجل في الصلاة فهل يحمد الله؟ نعم، يحمد الله في الصلاة إذا عطس، لكن سرا، لا يرفع بها صوته. نعم. يقول السائل: إذا ولد لي ولد أو بنت فما السنة في حقي؟ إذا ولد لك مولود السنة اختيار الاسم الحسن له، أو للبنت تختار اسما حسنا، وخير الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم: عبد الله وعبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أو ما عبد لله عز وجل كعبد العزيز، عبد الكريم، عبد الحكيم، عبد الجبار إلى آخره، يعبد لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، تختار الاسم الحسن. وكذلك العقيقة، تذبح العقيقة عنه، عن الغلام الذكر شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، تأكل منها أنت وأهل بيتك، وتهدون لجيرانكم منها، وتطعمون المساكين والفقراء، شكرا لله عز وجل، شكرا لله عز وجل. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب أتزوج هذه السنة وأنوي السفر لطلب العلم في بلد آخر، مع العلم بأن أهل بلدي بحاجة ماسة إلى التعليم لقلة العلم والعلماء عندنا، فماذا تنصحني؟ ننصحك بالسفر لطلب العلم والتزود من العلم، فإذا تفقهت في دين الله وتعلمت ترجع إلى بلدك وتنشر العلم فيه، فتزود من العلم أولا وتفقه أولا، ثم بعد ذلك ترجع إلى بلدك وإلى قومك وتدعو إلى الله وتنشر العلم الذي تحملته. نعم. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة الكبيرة مع جماعة من النساء لأداء فريضة الحج، علما أن زوجها لا يستطيع أن يسافر معها لعدم نجاحه في القرعة، ولكنه سيأتي عن طريق دولة أخرى؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لا للحج ولا لغيره، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما أراد رجل أن يخرج مع الغزو للجهاد في سبيل الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال له: ارجع فحج مع امرأتك، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته محرما لها. لا يجوز للمرأة تحج ولا تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، الجماعة من النساء ليست محرما لها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الصلاة في الطائرة جائزة، وما هو الأفضل الجمع بين الصلاتين عند دخول الوقت الأولى قبل الركوب، أم الصلاة داخل الطائرة؟ الصلاة في الطائرة إنما تباح إذا دخل الوقت وأنت في الطائرة، ويخرج الوقت
إذا كانت الرحلة طويلة، إذا كانت الرحلة طويلة تستغرق ساعات كثيرة بحيث يدخل الوقت ويخرج وينتهي، ما هبطت الطائرة، والصلاة لا تجمع مع أخرى كالفجر مثلا، الفجر ما تجمع مع غيرها، فإنك تصلي في الطائرة ولا تترك الصلاة يخرج وقتها. أما إذا كانت الرحلة قصيرة، طائرة تهبط في آخر الوقت، فإنك تؤخر الصلاة إلى أن تهبط الطائرة وتصلي في المطار، أو الطائرة تهبط في آخر وقت الصلاة الثانية كالعصر مثلا، تؤخر الظهر وتصليها مع العصر في آخر وقت العصر، وكذلك المغرب مع العشاء. وإن دخل وقت الصلاة الأولى كالظهر مثلا أو المغرب، دخل وقتها وأنت في المطار، فإنك تقدم، تجمع جمع تقديم قبل ركوب الطائرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز لصاحب البيت إذا أتى عنده صديقه وزوجته أن يجتمع على الطعام في سفرة واحدة؟ نعم. يقول: هل يجوز لصاحب البيت إذا أتى عنده صديقه وزوجته أن يجتمع على الطعام في سفرة واحدة؟ ما ضيق الله عليكم بهذه السفرة، اجعلوا للنساء سفرة واجعلوا للرجال سفرة، وينعزل الرجال عن النساء، والحمد لله. نعم. يقول السائل: رجل أفطر قبل أذان المغرب بثلاث دقائق، هل يصح صومه؟ إذا كان الأذان على غروب الشمس فلا يصح صومه، لأنه أفطر قبل غروب الشمس. أما إذا كان الأذان متأخرا عن غروب الشمس فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: ماذا في قراءة كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله، وكذلك كتاب التذكرة للقرطبي رحمه الله؟ كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله فيه فوائد، فيه فوائد كثيرة، وفيه أخطاء كثيرة في العقيدة، فيه أخطاء في العقيدة كثيرة، فلا ينبغي قراءته إلا لطالب العلم المتمكن الذي يعرف الخطأ من الصواب، ليستفيد مما فيه من الفوائد ويتجنب ما فيه من الخطأ. أما الذي لا يدري ولا يعرف الأخطاء لا يجوز له أن يقرأ فيه. وأما كتاب التذكرة للقرطبي فلا أعلم فيه شيئا يمنع قراءته، لأنه عن أمور الآخرة وما يجري في الدار الآخرة، وفيه تذكير وموعظة. نعم. مثل كتاب أهوال القبور لابن رجب، كلها للموعظة، ولا أعرف إن فيها أشياء تمنع من قراءتها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: بعد انتهاء طوافنا في العمرة سعينا بين الصفا والمروة، لم نحلق بالموس ولا بالمكينة، وإنما قصصنا قصاصات متفرقة من الشعر وخلعنا الإحرام، ولدينا رغبة في الحلق، فهل يصح الحلق بعد خلع الإحرام؟ وإن لم نحلق فهل القص الخفيف من الشعر بعد انتهاء السعي صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كنتم قصرتم من جميع جوانب الرأس هذا يكفي، أما إذا كنتم أخذتم من جانب فقط ولم تستكملوا جوانب الرأس فعليكم أن تعيدوا ملابس الإحرام وتقصروا أو تحلقوا ثم تتحللون من العمرة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل نام وهو متوضئ نوما خفيفا ثم قام فصلى الفجر، هل صلاته صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا.
والله يا أخوان الملاحظ أن الناس في المسجد الحرام ينامون نوما طويلا ويقومون ويصلون ويقومون ويصلون، وهذا لا يجوز، هذا خطأ، لأن الإنسان إذا نام نوما طويلا لا يضبط نفسه، لا يضبط نفسه ولا يدري ماذا حصل له، فيجب عليه أن يتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء الساه، فمن نام فليتوضأ. في حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، لكن من بول وغائط ونوم. لا ينزعون خفافهم للحدث الأصغر، بل يمسحون عليهما للحدث الأصغر، فعد النوم من الحدث، عده مع البول والغائط، دل على أنه ينقض الوضوء، لأن الإنسان إذا نام واستغرق لا يدري ماذا حصل له ولا يضبط نفسه. أما إذا نام نوما خفيفا نعاس أو وهو جالس متمكن من نفسه، النوم الخفيف ما يضر. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضعون. هذا في النوم الخفيف النعاس. أما النوم الكثير اللي مضطجع على جنبه أو على ظهره مضطجع وساعاته نايم، هذا ما يجوز له يصلي إلا بعد ما يتوضأ، لأنه لا يضبط نفسه ولا يدري ماذا حصل له. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: من حضر مجالس العلم فهل الأفضل له أن يستمع وينصت أو أن يشتغل بالذكر؟ مجالس العلم ذكر، مجالس العلم ذكر وتعلم وتفقه، فأفضل له أنه يستمع ويستفيد وهو في ذكر، في حالة ذكر. إذا جلس في حلقة العلم واستمع هو في حالة ذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، فهذا من الذكر. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي على الأموات وهو جالس حتى وإن كان مستطيعا؟ لا، ما يجوز أنه يجلس. القيام في صلاة الجنازة واجب، أما إذا كان عاجزا فيجوز أنه يصلي وهو جالس. نعم. يقول السائل: هل يجوز العمل في بلاد أوروبا، وهل يجوز الزواج منهم أي أهل الكتاب؟ العمل إذا لم يجد عملا في بلاد المسلمين وهو مضطر، لاحظوا هذا، إذا لم يجد عملا في بلاد المسلمين وهو مضطر إلى العمل فلا بأس أن يعمل في بلاد الكفار بقدر ما يدفع حاجته وضرورته. والزواج من أهل الكتاب أباحه الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن بشرط أن يكن محصنات. الله جل وعلا قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنات مراد بهن العفيفات عن الزنا، النزيهات في أعراضهن. أما المرأة السائبة التي لا تحفظ نفسها وتصاحب من تشاء وتخادن من تشاء كما هي عادة الكفار، هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، إنما يتزوجها إذا كانت محصنة، يعني عفيفة
مزيها في عرضها. نعم. يقول السائل: قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل معنى هذا أن مؤاخذون بنية المعصية في هذا المكان، وأن المعصية في بيت الله الحرام أشد من غيره؟ نعم، هو كذلك، وكذلك المعصية في الحرم، المعصية في الحرم أشد من المعصية خارج الحرم، ويؤاخذ على النية، إذا نوى المعصية يؤاخذ عليها. ومن يرد، هذه النية يرد يعني ينوي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا نوى المعصية فإنه يعذبه الله العذاب الأليم، حتى ولو كان ما هو في الحرم، لو نوى إنه يروح المكة من أجل يؤذي الحجاج ويؤذي المسلمين ويضايقهم، فإنه يعذب وهو في بلاده على نيته، نسأل الله العافية. فكيف إذا كان في الحرم؟ المسلم يحسن النية ويصلح النية ولا ينوي السوء ولا ينوي الشر بالمسلمين وبحرم الله عز وجل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مصافحة النساء علما بأن أعمارهن تتراوح بين 50 فما فوق؟ لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة غير محرم له، ليست من محارمه. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه، ولو كان عمرها أكثر من 100 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، وما كان يصافح النساء، وما كان يبايع النساء إلا بالكلام، ما كان يبايع النساء بالمصافحة. نعم. يقول السائل: عملت عمرة لي وأريد أن أعمل عمرة أخرى لأحد من أقاربي، فبماذا تنصح جزاكم الله خير؟ نعم. يقول: عملت عمرة لي وأريد أن أعمل عمرة أخرى لأحد من أقاربي، فبماذا تنصحني؟ أنصحك إذا جيت مرة ثانية إلى مكة تأخذ عمرة لمن تريد،